إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالي الشرقي باستهداف وتدمير 15 وكرا وتجمعا للعناصر الإرهابية. وتدمير 4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها. وعلى الاتجاه الجنوبي تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود، كما تم استهداف 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي. القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، وضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة. القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم. اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية، عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد شديدة الانفجار التي تستخدم في تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي برفح. كما استمرت عناصر القوات البحرية في تأمين الشريط الساحلي ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين الأبيض والأحمر. وفي حملة مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والشرطة، تم اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش، وطنين من البنجو المخدر، ومليون قرص حبوب مخدرة. كذلك ضبط كميات من البارود الأسود الذي يستخدم في تجهيز العبوات الناسفة. كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات، حيث تمكنت من ضبط 117 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، تم استشهاد 3 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية. هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.